السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصيدة من قصائد ديوان الحماسة لأبي تمام. وصاحب هذه القصيدة شجاع العرب عمرو بن معدي كرب، يقول: ليس الجمال بمئزر، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. أي الجمال الحقيقي وحسن الإنسان وكماله لا يتم بإزار جميل قشيب جديد، وإن كان المرء مع الائتزار بمئزر جيد تردى بردا حسنا منمقا مزينا، أي لبس حلة رشيقة. لبس لباسا جيدا، إلا أن هذا اللباس لا يجمل الإنسان ولا يحسنه ولا يكمله فحسبه. ليس الثوب هو الذي يزيد في قيمة الإنسان ويجمله. فما هو الشيء الذي به قيمة الإنسان الحقيقية؟ يقول بعد ذلك: إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. معدن هو مسكن الشيء، مسكن الجوهر، فالمراد هنا الخصال والجواهر التي ورثها الإنسان من آبائه ومعدنه ونسبه وحسبه. والمناقب هي الشيم والخصال التي اتصف بها الإنسان في نفسه، فهذه الخصال الأصيلة والجواهر النفيسة الموروثة، وأخرى خصال مكتسبة تورث الإنسان شرفا حقيقيا وبه يزيد جماله وروعته. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا، أي هذه الخصال والصفات تورث الإنسان وتكسبه مجدا وحمدا. لذلك يقول الشاعر بعد ذلك: اتصفت بهذه الخصال، أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. أعددت للحوادث التي تقع للناس وللحروب سابغة، أي دروعا كاملة أتدرع بها في الحرب، وعداء علندا أي وفرسا
شهما شديد الجري والعد نهدا، هذا صفة للفرس، وهو الفرس العظيم الضخم. وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا، أي سيفا ذا شطب ذا طرائق جميلة، ذا محاسن ذا رونق، أعددت واتخذت للحرب سيفا ذا رونق وبهاء ولمعان. يقد البيض يقطع الخول ويصل إلى الرأس ثم إلى البدن فيقطع الأجسام قطعا. وعلمت أني يوم ذا كمنازل كعبا ونهدا، لأنني قد علمت أني يوم الحرب منازل ومقاضب مقاضم قبيلتين عظيمتين كعبا ونهدا وأمثالهما من القبائل. وهؤلاء الناس من الكعب ومن نهد قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. هؤلاء إذا لبسوا السلاح تنمروا أي تشبهوا بالأسود والنمور، حلقا أي حلق دروعهم، وقدة وجسومهم تمثل النمور كأنهم نمور. القد هو مثل الدرع، والحلق حلق الدرع، فكل حلقة كأنه بقعة النمر. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعد، كل إنسان يجري ويأتي إلى الميدان وساحة الوغى بعدته وبسلاحه، إذا اتخذ سلاحا قويا جاء لا يخاف العدو لأنه قد أعد عدة. الحمد لله رب العالمين.